أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. طلب المشاركون في مهرجان إحياء يوم الأسيرة الفلسطيني بضرورة رص الصفوف والوقوف إلى جانب الأسرى الذين يعيشون واقعا صعبا داخل سجون الاحتلال. وشدد مئات المواطنين في مهرجان مركزي نظمته الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى اليوم في مدينة رام الله على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قضية الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال وإرسال لجنة تقصي حقائق لتنظر في واقع الأسرى وما يعانون من الممارسات القمعية. واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ومدى تمتع الفرد بحرية الرأي والتنقل والتوظيف وغيرها من الحقوق التي كفلتها له المواثيق المحلية والدولية كانت أبرز المعايير التي ارتكزت عليها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي 17 الذي أعلن عن مضمونه اليوم في مدينة رام الله. تقرير أشار إلى استمرار انتهاكات حقوق الفرد الفلسطيني بكافة المقاييس بدءا بالاحتلال الذي بات يتفنن في عمليات الانتهاك. التقرير الذي جاء في أكثر من 150 صفحة أشار إلى انخفاض قدره 33% مقارنة بعام 2010 فيما يتعلق بالشكاوى التي تلقتها الهيئة بخصوص انتهاك الحريات وتكميم الأفواه والاحتجاز. أعلن مكتب النائب العام أحمد المغني أنه تم توقيف جمال ريحان بناء على شكوى حركتها ضده وزارة الاقتصاد الوطني وتم عرضها على القاضي المختص الذي اقتنع بجدية الاتهامات الموجهة للمذكور. وكان صالح رأفت نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا رفض ملاحقة النائب العام أحمد المغني للصحفيين والمدونين ونشطاء وسائل الإعلام الاجتماعي باسم القانون. وأكد رأفت خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز وطن للإعلام أن اعتقال أبو الريحان جاء على خلفية خلاف شخصي بينه وبين النائب العام نتيجة رفض أبو الريحان تنفيذ تعليمات النائب العام خارج القانون. ميدانيا اقتلع العشرات من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال أكثر من 100 شجرة زيتون من أراضي المواطنين في منطقة خلة النتش قرب مدينة الخليل. وذكر الشهود عيان اشتباكات وقعت بين المواطنين والمستوطنين مما أدى إلى إصابة المواطن شاكر الزرو باختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال القنابل الغازية تجاه المواطنين. أعلن أربعة من أعضاء الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين وهم ممثلي التحالف المهني الديمقراطي الأربعة عمر نزال وسند ساحلية ومنال حسن وحسن شيلو انسحابهم من اجتماع الأمانة العامة الأول الذي عقد أمس احتجاجا على ما اسموه نهج التفرد والاستحواذ الذي تمارسه قائمة نقابة مهنية للجميع. وفي تعقيبه على ذلك قال النائب الثاني للنقيب ناصر أبو بكر إن ما ورد في هذه التصريحات أمر مغلوط وأن الحقيقة تكمن في محاولة الزميل عمر نزال ممثل كتلة التحالف المهني الديمقراطي فرض آرائه ومطالبه على الجميع. ونختم الموجز بهذا الخبر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الثقافية الفلسطينية افتتح اليوم في جامعة بيرزيت فلسطين الشباب المحطة الأولى من معرض فلسطين الشباب الثاني أشرعة الحرية. أشرعة الحرية هو معرض فني ووسائط متعددة يحمل ثيمة الحرية وشارك فيه 45 فنانا ومصورا وكاتبا من الداخل والشتات يعبرون عن فكرة الحرية من خلال استخدام تقنيات مختلفة تعتمد على المرئي والمسموع. نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.